وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق. دكتور عمرو، بعد التحية، بداية، البنك الدولي يشيد بأداء الاقتصاد المصري رغم الجائحة في ظل تواصل المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، كيف ترى انعكاس ذلك على الاقتصاد المصري بشكل عام؟ أولا مساكر عليك وعلى كل مشاهدي القنوات المصرية. فعلا المراجعة الأخيرة للبنك الدولي وحتى صندوق النقد الدولي في مراجعاته رفع توقعات النمو لمصر، وده مش الرفع الأول أو مش التوقع الأول الإيجابي بالنسبة للنمو في مصر في الوقت، وده نقطة مهمة لازم السادة المشاهدين يعرفوها، في الوقت اللي هو خفض توقعاته لعدد من الدول وخفض توقعاته لنمو صندوق النقد الدولي، يمكن لسه كمان من بعض من أيام عديدة لسه مخفض توقعاته لنمو التجارة العالمية مع تطور المرض ومع تطور المتحورات الجديدة ومنها أوميكرون، يعني في تخفيضات في توقعات النمو. لكن الحقيقة فيما يخص مصر وعدد من الدول وبالتحديد مصر، يمكن هو رفع توقعاته في النمو، وودك في التقرير الأخير اللي هو أصدره بسبب المشروعات القومية والبنية التحتية لمصر عملتها واللي قدرت أنها تجذب معاها عدد كبير من رؤوس الأموال، ومع الإصلاحات الهيكلية اللي خدتها الدولة المصرية وأهمها خفض العجز في الموازنة والإصلاحات الضريبية والإصلاحات التشريعية اللي كان ليها أثر كبير على جذب رؤوس الأموال وعلى خلق فرص عمل. يمكن إحنا من خلال الإصلاحات دي أو المؤشرات الاقتصادية، خليني أقول لك على بعض المؤشرات المهمة، يمكن إحنا خفضنا البطالة في السنوات الأخيرة من 14 إلى 7%، خفضنا التضخم من فوق 30% إلى حوالي 6-7%، قدرنا إن إحنا نخلق فرص عمل، إن إحنا نزود الاستثمارات الأجنبية الخارجية، قدرنا نرفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر اللي موجود في مصر، قدرنا نرفع حجم الصادرات لرقم قياسي حوالي 31 مليار دولار. كل المؤشرات دي بتاخدها المؤسسات الدولية. خليني أقول لك كمان إصدارات فيشر ومراجعات فيشر وموديز، مؤسسات التمويل أو مؤسسات الملاءة المالية اللي بتراجع الملاءة المالية عندك، كل هذه التقارير وكل هذه المؤشرات بتؤشر أو بتخلي المؤسسات الدولية تقدر تحكم عليك من خلال الأداء الاقتصادي بتاعك، وده السبب الرئيسي اللي خلى البنك الدولي يراجع أو يرفع توقعات النمو لمصر في الفترة القادمة رغم الجائحة. نعم، أيضا دكتور عمرو، البنك الدولي بيتوقع أن يقدم الاقتصاد المصري أداء قوي ومستقر بالرغم من تباطؤ معدلات النمو العالمية، إلى أي مدى يعبر ذلك عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي؟ احنا قلنا الكلام ده من قبل، إن لما نقع في النمو الاقتصادي، وده أرقام مش يعني مش سهل، دي أرقام موجودة البنك الدولي أصدرناها الكل عارفها، لما نقع في نسبة النمو الاقتصادي بعد الثورة وننزل ل1.8 وبعدين نطلع ل4 و5 ونوصل ل6 و6.5، وكنا في طريقنا ان احنا نحقق 7%، لان انت عندك محتاج تخلق مليون فرصة عمل سنوية. فالنمو السريع والجذري والكبير اللي احنا حققناه من 1.8 الى انك توصل ل6 و6.5%، تتكلم في حوالي اربع درجات او خمس درجات. ده طبعا حاله حقيقه فريده، ويمكن كريستين لاجارد رئيس البنك الدولي قبل ان تترك منصبها اشادت بالتجربه المصريه وقالت ان احنا عايزين نعمل ميشن ريفيو مراجعه مع مصر عشان نيجي نشوف كيف استطاعت مصر ان تنهض في نفس الوقت هذه السيده كانت ليها توقعات تشاؤميه لمصر. ونفتكر في 2012 لما كنا بنحاول ناخد قرض من البنك الدولي في حدود تقريبا 2-3 مليار ولم نستطع، وفضلنا 14 شهر عشان ناخد القرض، وفي الاخر رفض البنك الدولي ان يعطي القرض لمصر. النهارده احنا عندنا ملاءة مالية، عندنا استقرار مالي، عندنا اصلاحات ضريبية واصلاحات تشريعية، عندنا ملايين فرصة العمل قدرنا نحققها. هو ده اللي يخلي عندنا مؤشرات على ان الاصلاح الاقتصادي اللي احنا عملناه كان اصلاح، وده مش بس احنا بنقول هذا الكلام، ده كل المؤسسات الدولية بتشيد ببرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري وبتعتبره lessons learned او بتعتبره حقيقة تجربة فريدة مفروض نحن نتعلم منها. شكرا جزيلا دكتور عمرو صالح، استاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق.